وللمرة الأولى خلال 7 سنوات لمشروع قرار الأمم المتحدة بشأن تسوية الشرق الأوسط، وبالرغم من أن هذا القرار ينص على دعوة إلى الهدنات الإنسانية وليس الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، فإن كون تبني هذا القرار نعتبرها خطوة إلى الأمام. وأنا أشدد على أن مثل هذه الهدنات الإنسانية من المفضل أن تؤدي هذه الهدنات إلى وقف إطلاق النار بغية مواصلة المجهودات لإطلاق سراح الرهائن، بالإضافة إلى إجلاء المدنيين والمواطنين الأجانب، بالإضافة إلى الناس الآخرين من السكان المدنيين. فأنا أيضا أريد أن أعبر عن الامتنان الشامل للرئيس المصري وجميع شركائنا المصريين فيما يتعلق بحل الكثير من المسائل المتعلقة باستقبال وإرسال المواطنين الروس من هذه المنطقة، الروس الذين تم إجلاءهم من قطاع غزة. وأيضا فمن الأبرز الآن هو أن يكون هناك أو نصل إلى الهدنة المستدامة في إطار هذا الصراع. فمن المهم، وأنا متفق مع زميل البرازيلي بالإضافة إلى بقية الزملاء، من المهم ألا نحول دون إشراك الدول الأخرى إلى هذا الصراع وتوسيع جغرافية هذا الصراع. بالإضافة إلى ذلك يجب أن نحافظ السلام بين الديانات، وبهذا الشأن نعتبر أمرا مفيدا أن نواصل مناقشة هذه القضية على مستوى منظمة بريكس. وإذا لم تكن هناك أي اعتراضات أيها الزملاء الأعزاء، فخلال الرئاسة الروسية القادمة لهذه المنظمة سوف نبادر بعدد من الاتصالات بما في ذلك الاتصالات الافتراضية بشأن هذه القضية. فإن الصيغة الجديدة للجلسات الطارئة لزعماء بريكس وهذه مقترحات من قبل الرئيس رامافوزا نحن نعتبرها مهمة، فهذا لا يشمل فقط القضية الشرق أوسطية، بالإضافة إلى ذلك سوف نناقش مختلف الأجندات الأخرى. وشكرا جميعا لكم على حسن الاتباع.